نحييكم أجمل تحية هنا من ميدان اللبسة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في مهرجان أم القوين 16 لهجن أبناء القبائل، وبناء على التوجيهات السامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة وتوجيها ودعما من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين لمتابعة هذا المهرجان الختامي على أرضية ميدان الشعب في اللبسة، حيث ينتظر الجميع انطلاقات هذا اليوم. على مدى 4 أيام سيكون هذا المهرجان حاضرا بتحدياته في الفترة الصباحية والفترة المسائية، حيث ينطلق في هذا اليوم بالفترة الصباحية 20 انطلاقة تدشينا لتواصل وتحدي هذا المهرجان، ودعما ومتابعة لكل عشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة في مسابقة التحدي ومسابقة الانطلاقات، حيث نسير بحضراتكم في هذه اللحظة مع أولى انطلاقات هذا السباق، وبمتابعة رئيس اللجنة المنظمة للسباقات أحمد بن خلفان بن شاوي الغفلي. على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق أول الأشواط، تنطلق أول التحديات الصباحية في هذا اليوم. الشوط الأول الرئيس هنا يأتي بسيف ذهبي باسم ولي عهد أم القيوين سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى، من سيكون بطلا لأول الانطلاقات في هذه النسخة 16. مرحبا بالجميع، أهلا بكل الحاضرين على أرضية ميدان اللبسة ميدان الشعب، أهلا بكل المتابعين عبر دبي ريسينج 2، أهلا بكل من يتابع هذا العشق العربي الأصيل، هذه السباقات العربية. نسير بحضراتكم إلى المقدمة، 4 كيلومترات ستكون حاضرة بلا شك في كل انطلاقات سن الصغار سن الحقايق. المقدمة المركز الأول مهولة تتقدم للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، يتقدم المشاركين في هذا المهرجان، بينما في المركز الثاني تتواجد الآن هنا صرح راشد بن سعيد بن سالم الشمطي يتقدم إلى المركز الثاني، النقلة إلى المركز الثالث، المركز الثالث هنا قدوم وتحدي آخر من خلال وجود عسيلة حارب بن سعيد بن حارب المهيري، المركز الرابع انطلاق آخر، وهنا تواجد من شعار محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي يقدم الشايبة على هذا الموقع، المركز الخامس أصيل أصايل لراشد بن سعيد بن مبارك الكيبالي، المركز الخامس الآن وصول من شعار بشاوي يتدخل في هذه اللحظات مع الشبلة نايع بن خلفان بشاوي الأغفلي. هكذا هي النتيجة للخماسية الأولى حتى هذه اللحظات، بحثاً عن السيف، بحثاً عن الانتصار، بحثاً عن الذهب. هذا هو المهرجان، مهرجان أم القيوين 16. عودة إلى المقدمة، عودة إلى بالعوضي، يقدم ماذا؟ يقدم الشايبة لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي على قائمة هذا الشوط، بحثاً عن السيف الذهبي، بحثاً عن نجومية جديدة مع هذا الشعار، مع هذا الشعار من خلال انطلاقته بتحدي أول الأشواط. المركز الثاني وصول من الهائلة، هذه الهائلة تتواجد تتقدم مهولة للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، يقدم مهولة بالنايع يصل في هذه اللحظات يا بشاوي، نايع بن خلفان بشاوي الغفلي واصل كذلك في هذه التحديات إلى المركز الثالث، المركز الرابع وصول من صرح راشد بن سعيد بن سالم الشمطي يتقدم إلى
المركز الرابع دكتور الأصايل، يأتي هنا في المركز الخامس سلمان بن علي بن رشيد الاكتبي، وسادس المراكز وصل التكريم أحمد بن مطر بن محمد الرميثي. هذه الخماسية الأخرى الحاضرة الحاضرة، لكني أعود إلى الشايبة، أعود إلى الشايبة، استمتع مع كل الجماهير والعشاق، ولكن الشايبة مسيطرة، الشايبة مسيطرة لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي، يتقدم في هذه المشاركة في هذا الانطلاق أهالي العين، أهالي الساد الأقرب للانتصار، المركز الثاني واصل مهولة، ولكن عادت صرحة راشد بن سعيد الشمطي يصل في هذه اللحظات، هذه صرحة صروح الانتصار صروح المنافسة. المركز الثالث المركز الثالث الظبي، الظبي لظافر بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، يلا يا بن مصلح، يلا يا بن مصلح، يلا يا بن عوضي، تحرك مع الشايبة وصرح قادمة، صرح تحت عيونها شيء، تحت رأسها شيء حتى اللحظة، الله السيف 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 مشاهدين الكرام يلمع في عيونها، يلمع في عيونها، هذه صرح صرحت من البداية، صرحت من البداية بأنها متواجدة. راشد بن سعيد الشمطي الاكتبي لازال في المقدمة، لكن بن مصلح بن مصلح ظافر بن حمد بن مصلح الأحبابي الشاعر يقدم الظبي، يقدم الظبي بالمركز الثاني بالعوضي ثالثا، بينما سيوف قادمة ماجد بن سليمان المالكي، ولكن يلا يا الشاعر تحرك، ظافر بن حمد بن مصلح الأحبابي، اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة، السيف 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 قادم، السيف في منصة التتويج مع سيوف، مع سيوف ماجد بن سليمان بن سيف المالكي، اللحظات الأخيرة، الشايبة عادت، الشايبة عادت، ولكن من بطل هذا الشوط؟ اللحظات الأخيرة، اللحظات المميز، حرك يا محرك حرك، سيوف نحو السيف، سيوف نحو السيف، سيف ولي عهد أم القيوين راشد بن سعود المعلى يتقدم الآن، يتقدم من خلال هذه اللحظات ماجد بن سليمان المالكي، ماجد بن سليمان المالكي يمتلك السيف حتى هذه اللحظات، يعود الشمطي من جديد، يعود الشمطي يعرف أرضية الميدان جيدا، ولكن المالكي المالكي امتلك سيف، سيف ولي عهد أم القيوين مع سيوف، سيوف هي بطلة السيف، هي بطلة أول الانطلاقات أول التحديات، ما شاء الله هذه سيوف، هذه سيوف مشاهدين الكرام تدشن هذا المهرجان السادس عشر مهرجان أم القيوين برعاية ولي عهده راشد بن سعود المعلى. تهانينا والناموس لمايد بن سليمان المالكي على فوز سيوف بالمركز الأول. المركز الثاني اللي وصلت من خلال الصرح لراشد بن سعيد بن سالم الشمطي. المركز الثالث، المركز الثالث قدوم من الشايب محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. رابعا المركز الرابع هنا وصول من حشيمة أحمد بن سيل بن محنة المحرمي بن محنة. والمركز الخامس، المركز الخامس مشاهدين الكرام كان الحضور من الظبي ظافر بن حمد بن مصلح الأحبابي. بينما مشاهدينا الكرام هكذا كانت النتيجة، هكذا هو التحدي بأول الانطلاقات الصباحية. ما شاء الله سيوف مشاهدينا الكرام تكسب أول رموز هذا المهرجان بسيف ولي عهد أم القيوين راشد بن سعود المعلى بتوجيهاته ودعمه الكبير لهذا المهرجان. هذه انطلاقتها 5:58 تسعة أجزاء من الثانية وتوقيت سيوف. تهانينا لمالكها مايد بن سليمان بن سيف المالكي حيث حظت بناموسه أول الأشواط لهذا المهرجان. بينما المركز الثاني وصلت صرحة ب6:06 من الثانية. تهانينا لمالك الصرح راشد بن سعيد بن سالم الشمطي الاكتبي حيث حل في ثاني المراكز مع
تواجد كذلك صرح في هذه المنافسة القوية الشايبة، كانت حاضرة بالمركز الثالث لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي، قطعت المسافة في 6 دقائق ثانية واحدة وجزء واحد من الثانية. هكذا مشاهدين الكرام كان التحدي وكان الانتصار في أشواط هذا اليوم هنا من خلال حضور هذه الأسماء، كذلك حضور هذه المشاركات القوية الفعالة التي سجلت كذلك أسمائها بحروف من ذهب في هذا المهرجان، ليأتي هذا المهرجان دعما كبيرا وسخيا من الحكومة الرشيدة ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى ولي عهد أم الخيوين ليتابع انطلاقاته وتحدياته في كل لحظة وكل حين. لحظات قليلة مشاهدينا الكرام وشوطنا الثاني في الانتظار في بدايته إن شاء الله، وبالتوفيق لكل المشاركين.